مرحبا فيكم في ترند. تفاعلت العديد من الحسابات الإخبارية عبر مختلف منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر ترشيح مبنى مسرح الدانة للفوز بجائزة A-Architize، وهي جائزة عالمية شهيرة على مستوى التصميم المعماري المميز، وهذا الترشيح من بين 5 مباني هندسية حول العالم. وتهدف هذه الجائزة إلى ترويج وتعزيز أهمية المشاريع الهندسية الهادفة في العالم ودعم المنتجات اللي تدخل في تأسيس هذه المشاريع المتميزة. وبالطبع بودنا فوز مسرح الدانة، وهذا الترشيح بحد ذاته يعزز اسم مملكة البحرين في المشهد المعماري الدولي. الأحلام ما تعرف المستحيل أبداً، وهذه بالفعل اللي أثبتته امرأة أمريكية في عمر 82 سنة في الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميرلاند الأمريكية، وذلك من عقب ما قررت قبل كم سنة تطوير نفسها في عملها الخاص في مجال تنظيم الفعاليات، بالرغم أن عندها مسيرة مهنية طويلة في مجال التمريض. وبدأت هذه الفكرة لما كانت تنظم الفعاليات خلال عملها في مراكز الصحة وخدمات الرعاية الطبية. في بادرة تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم من العاصمة الفرنسية باريس، حيث قام 500 متجر بتوفير خاصية ملء زجاجات المياه مجاناً، وذلك في حملة من قبل المدينة لخفض مخلفات البلاستيك، وهذه اللي شجع الناس وباقي المتاجر في الترويج لهذه الحملة بشكل كبير عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. والحملة ما كانت مقتصرة على توفير الماء بشكل مجاني، بل تم توفير خريطة إلكترونية تساعد الأشخاص على تحديد موقع أقرب متجر يعرض هذه الخدمة. قبل أسبوع تقريباً تصدرت مجموعة من الصور لملكة بريطانيا إليزابيث خلال زيارتها للخط الجديد في مترو لندن اللي يحمل اسمها، واليوم وبعد انتظار دام 13 سنة لمشروع البنية التحتية في لندن تصدرت مجموعة من الصور مواقع التواصل الاجتماعي قبل افتتاح الجزء الأول من هذا الخط، وهو القسم الأوسط اللي بيساهم في اختصار وقت السفر بين مطار هيثرو والعديد من المحطات القطار الرئيسية في لندن. ومن المتوقع أن يتم تشغيل الخط بكل طاقته في نفس الشهر السنة القادمة. تفاعل رواد منصة تيك توك مع أحد الحسابات في المنصة، وتم نشر الحساب على نطاق واسع عبر مختلف المنصات لحساب يقوم بصنع الحلويات وبمتابعين فاق 9 مليون متابع وعدد إعجاب يفوق 162 مليون. ويقول رواد المنصات إن هذا الحساب قدر يكسب شهرة واسعة بسبب شغله المبهر وإبداعه في صنع الحلويات. خلونا نتابع بعض أعماله. مشاهدينا بهالخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم. قبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة البحرين عبر تطبيق BHTV and Radio. نلقاكم باكر، مع السلامة.